السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم أيها الإخوة والأخوات أذكر بأمر من الأهمية بمكان ألا وهو أن العلم بكتاب الله وأن تعلم كتاب الله وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القربات التي نتقرب بها إلى الله فكما أننا إذا صمنا يثيبنا الله كما أننا إذا تصدقنا نؤجر كما أننا إذا صلينا نثاب إذا اعتمرنا نثاب إذا حججنا نثاب إذا أصلحنا بين الناس نثاب فكذلك إذا تعلمنا نثاب فنحن نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يثيبنا الله فهي قربة من القربات ففرغوا لها جزءا من أوقاتكم وغبروا الأقدام والأقلام بذلك واجعلوا أنفسكم تؤجر بالنظر في كتاب الله وتفسيره وأذنكم تشنف بسماع كلام طيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قربة من القربات أقول وبالله تعالى التوفيق مع آيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم التناجي هو التسارر بالحديث شخصان يتناجيان يسر بع... أحدهما للآخر بالحديث يتحدثان سرا التناجي التسارر بالحديث مجموعة تجلس فيما بينها يقولون حديثا ويخفونه عن سائر الناس فهذا التناجي التسارر بالأحاديث لا خير في كثير من نجواه قوله تعالى لا خير في كثير من نجواه هل معناه أن في كثير من نجواهم شر يعني هل نفي الخير هنا يستلزم وجود الشر فقل شر في كثير من نجواهم أم أنه يحتمل أعم من ذلك أقول يحتمل ما هو أعم من ذلك فلا خير في كثير من نجواهم قد تحتمل في كثير من نجواهم شر وإثم وقد تحتمل لا فائده في كثير من نجواهم وان لم يكن اسما فهنا لا خير احتملت المعنيين لا خير في كثير من نجواهم اي في كثير من نجواهم شر او يقال ايضا ليس في كثير من نجواهم نفع فاحتملت المعنيين فقلنا ان التناجي والتسارر بالاحاديث والتسارر بالاحاديث هذا قد نهينا عنه في بعض الاحيان خاصه اذا كان هذا التسارر سيحزن اهل الايمان اذا كان هذا التسارر بالحديث سيحزن اهل الايمان نهينا عنه قال تعالى في كتابه الكريم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يتسررون فيما بينهم بالحديث الذي يحمل إثما ويحمل حضا على التعدي على رسول الله ويحمل على معصية رسول الله قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى كان هناك أناس من اليهود اذا راوا الرسول مقبلا يتسررون فيما بينهم يكلم بعضهم بعضا سرا لاحزان الرسول او اذا راوا مؤمنا من المؤمنين يتكلمون فيما بينهم سرا ولا حاجه للتسارر انما فقط المسلم يظن انهم يتامرون عليه ويخططون له للفتك به وهم انما يتكلمون بقصد ازعاج المسلمين فكان هذا الصنيع عن التسارع لازعاج المسلمين من صنيع اليهود على وجه الخصوص ومن صنيع ايضا اهل النفاق اذا راوا مسلما مقبلا يتسارعون فيما بينهم فيتوهم المسلم انهم يتحدثون للفتك به او للتامر عليه فيحزن ويجلس يفكر طول الليل وهم قصدهم فقط قصدهم ازعاج هذا المسلم او منهم من كان يفكر فعلا في كيفيه الحاق الاذى به فقال تعالى الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فالنجوى التي التي بين الناس بالاحاديث لها آداب. النجوى التي التسارع بالحديث بين الناس لها آداب. اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. فلا يتناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه وفي روايه حتى تختلطوا بالناس نفترض ان هنا عشره من الاشخاص اثنان منهم اراد ان يتناجى لا, لا مانع من التناجي في وجود الثمانيه لكن كنتم ثلاثه لا يتناجى اثنان دون الاخر وبالتبع لا يتناجى أربعة دون الخامس إذا كانوا خمسة ولا يتناجى خمسة دون السادس فكل ما من شأنه أن يجلب حزنا يمنع الشخص منه هذا الأدب الأول من آداب التناجي إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه الشيء الثاني من الآداب ألا يكون التناجي عن التصرّر الأحاديث بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إنما يكون تناجي بالبر والتقوى تناجي بالبر والتقوى نتكلم سرا نتناجى بالبر والتقوى نتواصل فيما بيننا كما قال الله تعالى بصدقة بمعروف بإصلاح بين الناس فالتناجي له أداب ستأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى لا خير في كثير من نجواه كلام الناس وتناجي الناس لا خير في أكثره أو في كثير منه فعلينا أن نقلل الكلام قدر الاستطاعة ومن ثم نقلل التناجي المؤذي قدر الاستطاعة وهذا من شأن أهل الإيمان قلة الكلام. قلة الكلام دل على ذلك قول الله تعالى في شأن أهل الإيمان: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون} فمن شأن أهل الإيمان ومن الآداب التي يتأدبوا بها الإعراض عن اللغو. كذلك قال تعالى في شأن أهل الإيمان: "وإذا مروا باللغو مروا كراما" شأن عباد الرحمن شأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما لم يتلوثوا بهذا اللغو، وقال تعالى: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فمن شأن المؤمن أن يعرض عن اللغو من شأن المؤمن أن يعرض عن اللغو ولا يتكلم إلا بالقليل النافع ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه يعني إذا كنت تتابع وراء من الممكن أن تحصي الكلمات التي يتكلمها من قلتها من قلتها كلام الرسول كان كلام الرسول كان قليلا لكن كان كلاما نافعا ومركزا عليه الصلاة والسلام فقد أوتي جوامع الكلم هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغاضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون قال الإمام العالم الترمذي رحمه الله والثرثار كثير الكلام فالصرصار مجلسه بعيد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت قال الامام النووي رحمه الله واذا استوى عندك الوجهان في الكلام استوى عندك الوجهان في الكلام فحينئذ استولوا الوجهان في الكلام لم تدري اشر في الكلام ام خير اسكت لان النبي قال فليقل خيرا او ليصمت فليقل خيرا او ليصمت هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليقل خيرا او ليصمت هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا في هذا الصدد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما سمعتم وكما تسمعون ايضا قال من صمت نجا فكثرة الكلام تذهب بالوقار وتذهب بالرزانة وبالعقل لا خير في كثير من النجوى منهج حياة منهج حياة قلل الكلام قلل التنازي قلل الكلام لأن الكلام سيثبت في الصحف وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واعلم أن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل الكلام يكتب فلا تتكلم إلا بالخير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أي حث الناس على الصدقة آتي بشخص أخذه على جنب وذكره تصدق الله وسع عليك تصدق على الناس ستبقى لك الصدقة يوم تلقى ربك سيبقى لك أجرها يوم تلقى الله تصدق فان الله قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه تصدق حتى يبارك لك في مالك حتى يبارك لك في اولادك حتى يبارك لك في صحتك فاذا تناجيت اتناجى بمثل هذا اتناجى بالصدقه يحث بعضنا بعضا على الصدقه الا من امر بصدقه فهذا التناجي محمود وهذا التناجي فيه خير في خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف عموم أبواب الخير عموم أبواب الخير تحث على الصدقة تحث على صور الصدقة تبينها له شارك في بناء مسجد تعال صلي تعال نصلي مع بعض الجماعة قم في الليل صلي صلاة الليل كن بارا بوالديك كن بارا بوالديك كن وصولا للرحم تأخذ هذا الشخص تعال يا فلان أنت رجل صالح والحمد لله لكني أرى فيك تقصيرا وهو أنني أرى فيك عدم صلتك للأرحام فلا تنسى هذا الباب لأنك ستسأل عن صلة الأرحام بين يدي الله سبحانه أخذه وأقول له ذلك في السر لا أفضحه أمام الناس إنما بيني وبينه فيك خلل هو أنك لا تصل الأرحام أرى فيك خلل وهو أنك تكلم والديك تكلم والديك بفظاظة بغلظة والله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وهكذا صور الخير يا أخي تعالى أحسن إلى جارك الجار له حق يا أخي تعالى إذا تكلمت أغضب من صوتك أخفض صوتك فلي نصيحة لشخص أجديها له أناجيه لإزداء النصيحة إليه فهذا التناجي محمود أنذاك لا أفضحه أمام الناس لا أفضحه أبدا أمام الناس أبدا إنما عياذا بالله من الشيطان الرجيم استر عليه قدر استطاعتي لا افضحه عياذا بالله من ان افضح الناس ولكن اناجيه سرا حتى ازدي له تلك النصيحه وبالله تعالى التوفيق. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه الا نجوى من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس تعال يا اخي نصلح بين الناس في الاصلاح بين الناس خير الله قال والصلح خير يا اخي اصلح بين اخوانك الصلح خير ان الله قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال الله تعالى في كتابه الكريم كذلك انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم وقبلها وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فاحثه على الاصلاح اتناجى لحث الناس على الاصلاح فيما بينهم وقد قال تعالى في كتابه الكريم ان الْمُقْصِطِينَ على منابر من نور يوم القيامه الذين يعدلون في حكمهم واهاليهم وما ولوا وفي لفظه وما ولوا فبين لهم اجر الاصلاح بين الناس، بين لهم ان الصلح خير، زوج متخاصم مع زوجته خذوا على جانب وبين له ان الصلح خير، فهناك في عدم الصلح تشتت للاولاد، وهناك عداوات تنشا بسبب الطلاق، وهناك قيل وقال في الاعراض، فتجنب كل هذا واصلح فربي يقول والصلح خير والصلح خير. فأتناجى لحث الناس على إصلاح ذات بينهم النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إبني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إبني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقال ربنا سبحانه وتعالى وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس على ابن ادم فيه صدقه على كل مفصل من مفاصله او كما قال الرسول فله بكل تسبيحه صدقه بكل تحميده صدقه بكل تكبيره صدقه بكل تهليلة صدقه امر بالمعروف صدقه تعدل نهي عن صدقه تعدل بين الاثنين صدقه فعلى المرء ان يسعى جاهدا ويغبر قدمه ويطيب لسانه بالاصلاح بين الناس قدر الجهد والاستطاعه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه فالذي يتناجى الحث على الصدقة مأجور الذي يتناجى على أفعال معروف مأجور الذي يتناجى مع الشخص للإصلاح بين الناس مأجور أو إصلاح بين الناس ولكن كل هذا الذي ذكر لا بد وأن تكون النية فيه خالصة لله سبحانه وتعالى فإن الله قال ومن يفعل ذلك أي الإصلاح الأمر بالصدقة الامر بالمعروف من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ابتغاء مرضاة الله فكل عمل نعمله نبتغي به وجه الله سبحانه نبتغي به وجه الله حتى نثاب عليه قال الله تعالى: قل الله اعبد مخلصا له ديني قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي كل الأبواب هذا موجود فعلى سبيل المثال الإطعام قال تعالى في كتابه الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله فالاطعام الذي تثاب عليه هو الاطعام الذي تبتغي به وجه الله اما اذا اطعمت ليقال عنك محسن مطعم تعمل ولائم لا ثواب لك على ذلك قال تعالى: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى في كتابه الكريم ايضا <تصفيق> <تصفيق> الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. فالمال إذا كنت تبتغي به وجه ربك الأعلى فأنت مثاب حينئذ قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمه يرفعها احدكم الى في امرأته في بعض الطرق يبتغي بها وجه الله الا اجر عليها او كانت له بها صدقه كل الابواب لابد ان تكون فيها مبتغيا وجه الله حتى الصبر اذا ابتليت فصبرت اذا كان صبري لله واحتساب الاجر من الله انا اثاب حينئذ اثاب حينئذ لأن الله قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فهناك من يصبر تجلدا هناك من يصبر تجلدا وهناك من يصبر حتى يقال عنه صابر هناك من يصبر أيضا خشية على نفسه من المرض صور متعددة من صور الصبر الذي تثاب عليه من صور الصبر الصبر الذي تبتغي به وجه الله ومرضات الله العلم أتعلم لكن العلم الذي أثاب عليه هو الذي أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم الناس يوم القيامة أو عفوا أول من تصهر بهم النار يوم القيامة ثلاثة رجل تصدق أو محسن تصدق أو رجل أتاه الله مالا فأنفق منه يمينا وشمالا فأتي به يوم القيامة فقيل له ما فعلت فيه قال يا رب أنفقت في سبيلك وتصدقت قال بل أنفقت ليقال محسن وقد قيل ثم يمر به إلى النار ورجل خرج مجاهدا يجاهد أمام الناس على أنه في سبيل الله يقتل الكفار يؤتى به يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول فما عملت فيها يقول يا ربي يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت إنما قاتلت ليقال هو جريء وآخر رجل آخر أيضا تعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة يقول يقال له ماذا عملت فيه قل يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت تعلمت فيك القرآن وعلمت وعلمته وعلمت فيقول بل كذبت إنما تعلمت ليقال عالم أو قرأت القرآن ليقال قارئ ثم يؤمر به إلى النار فعلينا في كل الأبواب أن نحرص على ابتغاء وجه الله في كل عملنا فالعمل لا يقبل إلا بشرطين كن خالصا صوابا خالصا يبتغى به وجه الله صوابا موافقا للكتاب والسنة هكذا سير الأعمال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيهني أن له من أصلح بين الناس يبتغي بذلك وجه الله، من حث على الصدقة يبتغي بذلك وجه الله، من أمر بالمعروف يبتغي بذلك وجه الله، يا هنيئا له ثم هنيئا ثم هنيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.